حلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية. النهاردة في مجلس النواب كان في اجتماع للجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب اللي بيرأسها الدكتور أسامة الأزهري. اللجنة النهاردة كان بتبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة المؤتمر الدولي اللي بيحمل عنوان ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي. المؤتمر ده هيحمل شعار جميل قوي، هنا نصلي معا. ده المفروض هيكون في الفترة ما بين 18 و19 أكتوبر القادم. واللجنة اللي انعقدت النهاردة كان فيها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وقال انه بالفعل تم مخاطبة الرئاسة عشان يتم هذا المؤتمر الدولي سنويا. دي حاجة جميلة. طب هي ليه جميلة؟ قبل ما ندخل في التفاصيل احب اقول لكم لان جميلة، لان مصر لما تعمل المؤتمر ده تبقى نجحت في حاجتين. نجحت في جذب السياحة لمصر ودعمها، لان السياحة من اهم مصادر الدخل القومي لبلدنا وده كلنا عارفينه. ومن ناحية تانية هتبقى مصر نجحت بالمؤتمر ده في انها تقول ان مصر زي ما نجحت في اكتوبر 73 في عبور القناة وتحرير سيناء، هي برضو بعد مرور اكتر من 45 سنة من اليوم ده بتنجح مرة تانية في الحفاظ على سيناء، وبتنجح مرة جديدة في حرب من نوع اخر وهي الحرب ضد الارهاب. ده اللي انا فهمته من اجتماع لجنة الشؤون الدينية النهاردة في مجلس النواب. لما نرجع بقى للبرلمان النهاردة هنلاقي انه اثناء المناقشة قالت النائبة المحترمة أماني عزيز عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب ان البعض يرى ان سيناء غير مستقرة لاستقبال مثل هذا المؤتمر. فورا رد عليها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقال لها فيما معنى كلامه، يا سيادة النائبة اللي يقول سيناء فيها إرهاب اضربيه على دماغه. وقال ان علينا أن نرفع القبعة لوزارة الداخلية قوات مسلحة للتأمين الكامل لسيناء. معنى كده أن مصر بتستعد بالفعل لمؤتمر عالمي عنوانه هنا نصلي معا في سانت كاترين. هدفه أن يكون ملتقى للسلام العالمي، وزي ما قالت الست أم كلثوم بالسلام احنا بدينا بسلام، ردت الدنيا علينا بسلام.